اسم شائع جدا يا دكتور، الحقن المجهري واطفال الانابيب. تقريبا ما معظم الناس عارفين يعني المصطلح ده، بس ما حدش يعرف يعني الفرق ما بينهم ايه بالظبط تحديدا، طيب كويس. وهل هما الاثنين يعني حاجه واحده ولا دول عمليتين مختلفتين تماما؟ طيب هما الاثنين من وسائل الاغتصاب المساعد. طيب هو ايه اللي يعني احنا في الاثنين بنمر بنفس المراحل تقريبا، بيختلف الاختلاف بينهم في المعمل جوه معمل الاجنه. فطبعا احنا بنختار العيان وياخد البروتوكول بتاعه من منشطات التبويض، وبندخل بقى نسحب البويضات، سحب البويضات، وبعد ما بنسحب البيضات طبعا بيفحصها دكتور الاجنه كل معانا في الحاجات دي المعمل يا دكتور متفق فيها، الحقن المجهري ولا واطفال الحقن بيبقى، الانابيب. هما نفس الخطوات يعني. تمام. احنا حتى احنا نفس العينه هنختار، يعني هو الحقن المجهري هنقول النقطه يعني الفرق الجوهري بينهم في المعمل. اوكي. فبنمر بالمراحل بقى اللي هي كل اللي احنا بنمر بيها، من ان احنا بندي منشط وبنطلع بيضات كتيره، لازم ناخد عدد كافي من البيضات عشان يبقى عندنا اوبشن ان احنا البيضات السليمه، وبعد كده اوبشن الاجنه الكويسه. اللي بيتم الفرق بين الحقن المجهري واطفال الانابيب في البساطه هو في المعمل. انا